السلام عليكم عزيزي المشاهد. هذه الحلقة حلقة جميلة، أحاول بها أن أشارككم شيء من التاريخ، وأعرف بأنه هناك كثير من هواة القطع الأثرية. هاي الحلقة واحدة من الحلقات المميزة التي وهي أنه أحد مدراء المزادات هنا في الدنمارك أحضر لي هذه القطع وكانت غير معرفة، وهذا الوصل مالته طبعا مسلم لي فارغ. أنا أقدر أشوف بأنه تم طبعه يوم 14/12/2020، فما قادرين أنه يعرفون ماهية هذه القطع لأنه مو قطع أوروبية، فطلب من عندي إذا كان بالإمكان أنه أسوي لهم إياه. وهذه للتأكد، هذا رقم المزاد، لكل مزاد عندما يتم عرض مجموعة قبل أن يعرض المجموعة المزادات ترقم، يعني المزاد هذا فرضا رقم 20 مثلا سنة 2020، أو هذا المزاد رقم 21 سنة 21 حسب الشهر. فهذا المزاد الذي لم يعرض حاليا بسبب مرض الكورونا رقمه 1052 كلهن 1052، راد من عندي أنه أعرف له إياه وأسوي له إياه حسب المطلوب حتى يتم عرضها بالمزاد. فالقطع رقم المزاد 1052 تابع إلى جمعية دانسك مسماتسك فوينينج، الجمعية الدنماركية لأحد المزادات للقطع النقدية، ورقم القطعة 137. حلو، فهسه أنا سويت له إياه ودزيت له إيميل، واليوم إن شاء الله اليوم 3/3 اليوم حيجي يستلم القطع من عندي. فحبيت قبل ما أسلم له إياه أنه أقول لكم من هم هذولي وحراولكم إياها القطع حتى ما أطول عليكم إن شاء الله. هو إن شاء الله لما يجي أحاول أخذ من عند الترخيص إذا أقدر أنه تكون محادثة بيني وبينه وأظهرها باليوتيوب، بس خلونا هسه على القطع حتى يكون كلامنا على مصداقية. هنا أكو 14 قطعة. زين، نبدأ بأول قطعة، القطعة المرقمة 137 رقم 1. هذه القطعة الجميلة ألا وهي من الذهب. هذه تعود إلى الحضارة الهندية، إلى حضارة اليادافاس، اسمها اليادافاس. كمرا بالا من حضارات الهند. هذه قيمتها 4.5 ميشا، وتم ضربها قبل سنة 1196 ميلادية. ويوجد من هذه القطع صراحة أنواع، وهذه القطعة هي عبارة عن شخص جالس، يعني أحد حسب المعتقدات القديمة أحد الآلهة أو كثير التمثال، فكل طبعة تختلف عن طبعتها من ناحية النقش والكتابة. طيب، القطعة الثانية، القطعة المرقمة 138 تعود إلى الحضارة الكوشان، أي الحضارة الهندية القديمة. هلا، وهي قطعة من الفضة من الهند، واسم الملك فيستان كوشتاراباس، وتم ضرب هذه القطعة عادل 450 ميلادية. طيب، القطعة الأخرى شخص واقف، وهنا أيضا شخص واقف، هذه من الحضارة أيضا الهندية، اسمها كوشان فيما.
تم ضرب هذه القطعة من 110 إلى 130 ميلادية. رقم 40، طبعا هاي أنا بس أحاول أنه أشارككم بهذه المعلومات الجميلة. 140 عفوا، رقم 140 أيضا من الحضارة الهندية، أيضا من الحضارة الهندية. وبدون اسمها يعني بدون يعني حتى نختصر للوقت، وهذه تم ضربها سنة 200 قبل الميلاد. سنة 200 قبل الميلاد. اللي بعده رقم 5 أيضا من الحضارة الهندية، أيضا من الحضارة الهندية، وهذه القطعة مضروبة في الهند في بنجاب سنة 200 قبل الميلاد. اللي بعده رقم 142، هذه القطعة 142، هذه القطعة ضربت في الهند في عهد السلطان أو في عهد الملك، لأن كانت بها مماليك، يعني كل واحد يعني ملك دلهي، واحد ملك بومباي، أو واحد ملك في مناطق أخرى، لأن كانت مقسمة، يعني كل واحد عنده المملكة مالته. هاي تعود إلى مرتضى نظيم شاه. مضروبة هذه القطعة في دولة آباد، مضروبة هذه القطعة في دولة آباد. طيب خلينا نشوف رقم هجقد، 1 2 3 4 5 6 وهي تم ضربها سنة 1351-1388 ميلادية. زين اللي بعدها 143، 143 هذه القطعة الجميلة هنا، مضروبة في عهد فيروز شاه سلطان دلهي، مضروبة في عهد فيروز شاه سلطان دلهي، وقيمتها نصف فلس نحاس. ضربت سنة 846-855 هجري، يعني تنقصون الهجري من الهجري اللي عندنا، فحت تشوفون يا زمن تعود. زين هذه القطعة أيضا الجميلة ضربت في الهند، هذه القطعة الجميلة أيضا ضربت في الهند في عهد السلطان محمد شاه الثاني، في عهد السلطان محمد شاه الثاني. وهذه تعتبر أيضا من القطع الجميلة، ضربت في سنة بين سنة 985 إلى 1054. طيب هذه القطعة الجميلة الأخرى تعود إلى الملك راجا تشولا، راجا تشولا، هذا اسم حلو، اسم تشولا، احنا عندنا بالعراق نسمي الواحد تشولا، وصلت الرسالة. هذا حلو، بس هذا ملك، هذاك تشولا، ما أعرف إذا يرجعون نفس البعض نفس النسب ما أدري، بس هذا اسمه اسم جدة تشولا. ها راجا تشولا، هذا تشولا. زين يا راجا تشولا، راجا تشولا، هاي القطعة من راجا تشولا. زين بعد
خلينا نشوف لكم راجا راجا تشولا تروحون تزعلون من عندنا راجا راجا تشولا. والله اسماء حلوه هاي الاسماء الهنديه. زين عندنا القطعه 152 اللي هذه القطعه هاي قطعه هنديه وقيمتها فضه ضربت 1131 هجري في سنة 33 من حكم السلطان. زين عندنا شنو؟ عندنا هذه القطعة الجميلة أيضا هندية من الفضة هذه القطعة ضربت في أفغانستان ضربت سنة 1842 إلى حادث سنة 1862 بيا عهد بعهد السلطان دوست محمد. زين هذه القطعة الجميلة الأخرى الصغيرة الحجم هي بقيمة ربع روبية ضربت سنة 1294 إلى حد سنة عفوا 1877 سنة 1877 ميلادي. وضربت هذه القطعة في حيدر آباد الهجري مالتها 1294 والميلادي مالتها سنة 1877 ضربت في حيدر آباد من فئة الربع روبية الفضة. طيب بعد عندي قطعتين أخيرة وجميلات جدا جدا. هذه القطعة مربعة الشكل تعود إلى السلطان محمد أكبر بادشاه السلطان المغولي الهندي الذي حكم الهند سنة 1556 إلى سنة 1605 من القطع الجميلة من فئة الروبية الفضة. والقطعة الأجمل أنا أظن المربعة أجمل آخر قطعة وهي ضربت في العهد التيموري أي في العهد التيموري أثناء الحكم التيموريين الذي امتد من سنة 1369 إلى سنة 1512. إن شاء الله تمتعتوا بهاي الحلقة مع هذه القطع الأثرية الجميلة ونراكم في حلقة أخرى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان معكم المهندس حيدر خيري. هاي طيبين نو يا هاولي الالي دي المنتة نعنى انا دمو دو سلب استمع اسا طيبين هاني اي بويس مانيجر فور دانس نوسماتيك فرنين هاني ابو بسوء ماي وهاني اقام ات كيغا بو دي المنتة سمي هالب تهم ياي اول سيطة دي هاي بو عربسك سو يا هوبا دي بلي كليفر نو و دي المنتة سمي هالب تل داي طيبين دي فليستة دي فا انديان اين ادم يقول fra 1190 fordi de findes forskellige typer og det afhandler om vægten. Det skal lige sige de fleste er fra Indien med mindre 2 stykker af dem. En af dem fra Afghanistan de står på den XL-file som jeg har sendt til dig og men de 2 stykker som jeg synes den er interessant den er fra Taimuriske fordi den ser stor den er det findes en stor mønterne, ikke? En hel flade med firkant, altså med firkant i, og ikke den der med firkant. Det er den der, som jeg synes, den er lidt sjov, fordi det er en talmudiske. Hvad er det, den ældste mønter? Den ældste mønter, den er ca. 200 BC, den er fra Kushan. Og det sidste for ca. for et år siden, den har været på auktion. Okay. Ja, når jeg spørger, har de været på auktion? Den, som jeg... Nej, ikke dem der. De gamle, som jeg har lavet for. Ja. Det tror jeg nok. Jeg kan ikke engang huske. Nej. Men en gang imellem nu er jeg i gang med at faktisk oversætte de mønter, som
سم ستوب في يمس الناشونال ميوزيوم هيك يا هناك ما هل اسنوي ها مت ايميل فا هنا فاكس فور سيك انو سنتي ليجا ان هيلث كير ان انتيك هيلث كير سم دبليو فوند هير دنمارك هيك ان هيلث كير من فليه بيرل اصلا عربيسك من ده صار دي لسام عربيسك هيلث كير من افتر يا حسن لسام ان من من مينينج افتر ذا اي شوز في دي انو سم يا سنغافوره din helske, den er ikke arabiske. Okay. Fordi på billederne, det står en sasanian mønt, et stykke. Den er flot. Jeg synes, den er hyggelig. Den er meget hyggelig. Men hvordan går det, Mia? Jo, ikke så godt. Gør det godt? Ja. Yes. Altså, vi savner lidt. Han er en af mine bedste venner, så jeg håber, at I er glad for den her dokument. Ja. Og jeg håber, I kommer og se en meget flot mønt i fremover. Tusind tak. Tusind tak. Hvad synes du om mit arbejde? Hvad synes du om mit arbejde? Er du glad for? Jo, fordi jeg kunne ikke finde ud af det. Tak skal du. وكما ترى عزيزي المشاهد هذه هي كانت المقابلة البسيطة والمتواضعة بيني وبين أحد مدراء المزادات. أرجو أنكم قد استمتعتم بهذه الحلقة وانتظروني بحلقة ومفاجآت في الحلقة القادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.